أهلا بكم مشاهدين الكرام، لنتعرف سويا على منظومتي الدفاع الجوية الروسية الصنع، وهما منظومتي S-300 ومنظومة بوك. البداية من منظومة S-300 هي منظومة دفاعية جوية صاروخية بعيدة المدى روسية الصنع، أنتجت من قبل شركة ألماز للصناعات العالمية، ولمنظومات عدة إصدارات مختلفة طورت جميعها من S-300B. طور نظام S-300B أول مرة من قبل الاتحاد السوفيتي سنة 1979، صمم الدفاع عن المعامل الكبيرة والمنشآت الحساسة والقواعد العسكرية ومراكز الرصد الجوي ضد ضربات الطائرات المعادية، ويعتبر نظام S-300 من الأنظمة القديرة في العالم في ميادين الدفاع الجوية، فضلا عن قدراتها على الصد وتدمير الصواريخ البالستية فإنها مجهزة برادارات قادرة على تتبع مئات هدف والاشتباك مع 12 هدفا في نفس الوقت، ونظام يحتاج 5 دقائق فقط ليكون جاهزا لإطلاق، وصواريخه لا تحتاج لأي صيانة على مدى الحياة. وهنالك إصدار مطول للمنظومة يعرف بS-400. أما الآن فنتعرف سويا مع منظومة الدفاع الجوية أيضا بوك، وهو نظام صاروخي ذاتي الدفاع متوسط المدى من نظام صواريخ أرض جو، لديه القدرة على مهاجمة أهداف أرضية والتي طورت وصنعت من قبل روسيا، والهدف من هذه الصواريخ هو صد ومواجهة صواريخ كروز والقنابل الذكية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة والطائرات بدون طيار. وتستطيع المنظومة إسقاط الأهداف الجوية من على بعد 3 إلى 45 كيلومتر، وتمتلك المنظومة عربة قيادة وسيطرة ورادار رئيسي يصل مداه إلى 160 كيلومتر، ويستطيع كشف وتتبع 50 هدفا والاشتباك مع 24 هدفا. كما تمتلك عدد من العربات الحاملة للصواريخ، يمكن أن يصل عددها إلى 6 عربات، كل عربة تمتلك رادار توجيه الصاروخي وعربات إعادة التلقيم والتذخير.